بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. أعرب سموه فيها عن بلغ تعزيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. واستذكر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دور الرئيس الراحل في توطيد العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتعزيز أوجه التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا سموه بإسهاماته ومواقفه لخدمة وطنه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وتوثيق التعاون بين مختلف الدول العربية الشقيقة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبرقية تعزية ومواساة إلى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.